Bonjour Pipo. Bonjour Tante Amale. كيفك حبيبي اليوم؟ منيح كتير. منيح؟ اسلم لي. اسلم لي. تانت أمل بدي آخذ من وقتك دقيقة تحكيكي بمسألة دقيقة. ايه حبيبي شو في قول؟ بس الحكي بيناتنا. بليز. ما اوكي خلص ما تعتذر. اطلع كلمة بليز. خلص بيبو ولو؟ انت عارفة الماما عقليتها ما بحبها شيء. ما تخاف أنا تانت أمل. ايه بعرف أنا بيبو. تانت أمل بتعرفينا تدور في ايه يا ترى؟ ايه معك بالمدرسة. تدور في ايه من ايام الجردة. وانا وهي عشرة عمر وخبز وملح وخبز اسمر وفرنجي وكل شيء منلعب سوا منضحك سوا ويا ويلي ويلا كتير يعني منحب بعضنا. طيب شوفي لحد ما فاتت بينت ليش انسحوها وفرقتنا. مين؟ كوكي كريستال رفقتنا بالصف. كوكي كوكي؟ شو عملت طيب كوكي؟ انا وكوكي اصحاب ليلى كذب. طيب وكنا رايحين على السينة بالويك اند بس الماما ما خلتني ما وصلتني على السينة. قامت كوكي راحت على السينة مع توتو واكلوا بوشار وحضروا الفيلم وشاف حضروا الاسامي بالاخر ويا ويلي انا فقعت جنات فوتت. غرت يعني؟ ايه غرت. غرت على كوكي ولا على توتو؟ لا غرت على شوكولا. كيف يعني ما فهمت السؤال؟ يعني اصلا كان انت كيف كنت بدك تحب تكون مع مين؟ انه مع توتو ولا مع كوكي؟ شجم على هيدي الا صراحه مع كوكي هيدا اللي محيرني بس زعلان منك كثير. طب ما انت ليش بدك تزعل يا بيبو؟ ليه بدك تزعل؟ هيجي كوكي كانت بدها تروح معك على السينما والماما وصلتك. شو بتعمل يعني راحت هي مع توتو؟ ايه. طب شو تبعتيها فرصه تانية؟ ما في دات امان. ما احنا عنا بس فرصة الساعة 10 وفرصة الظهر وهلا صار بعد الظهر منين بجيب لها فرصة منين؟ لك قصدي انه اعطيها شانس يعني؟ طب امال ما في حطي حالك محل انت اذا جوزك عمو سامي راح مع توتو على السينما بتغاري ما بتجني؟ كيف لك غير شي هيدا بيبو كيف بتخبط لي اياها براسي؟ وطب امال انا شو اللي ولع اللي ضبلت راسي اكثر شي؟ شو؟ اليوم بيكون شفته عم بغنيجي على فرصة الساعة 10. يعني عم بغنجة بيبو؟ عم بغنجة ما اسمها كريستال غنجة كوكي صراحت لكوكي جنيت ودك شو بعملت طبعي؟ أنا بحياتي ما مرقت بهاي المرحلة ما عم باكل شي نزل معدل سندويشات 70-80% أرجع أبشيل 150 سندويش بالنهار شو بعمل ضايع بدل فلة ما بدل فلة برد علي إذا تلفنت لي بدل فلة شو بعمل؟ ماك تلفل تلفل حبيبي ايه اذا بدك بس انا ما معي اني اتام عليه حياتي. لا دوت اول ما انا معي سلولير الماما ما هي نايمه مثل العادي. اه دوت امال هيدي هي شو بقلي دوت امال شو بعمل؟ الا شو بعمل شو بقلي شو بتقلي وين؟ الا خلصت دوت امال قالوا كوكي ان الرقم المطلوب غير موجود في الخدمه انا رجع اتصل بعد نص دقيقه وشكرا تو 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 بدك تمشي على التلفون شو بقول لك؟ يا بيبو ليش هيك قلت لها؟ لك ما بعرف شو بدي اقول تلبكي الا بتعرف شو بتقول لها؟ الا عم بتلفن يابا شو بدي اقول لها؟ شو بدها منك بالاول بيبو؟ شوف شو بدها منك بالاول بيبو شو يعني؟ كوكي شو بدك؟ انا عملت كل دفوريتي وناس ودفاتي بالمدرسه ما في حكي بيناتنا نقعد مع رفيقتي طاط اماله عم نلعب قدام البنايه وبكره بالويكند رايحين على السينما ورح ناكل بوشار ايه ويمكن روح نتعشى بعدين تتقتت وما حدا بيعرف بعدين شو بيصير. طب انا عم بتبكي اكيد بدها تبكي يا بيبو كيف بتقلها هيك؟ الا عم بمزح عم بمزح كوكي ضغط امال رفقتها للماما ويا ريت ما بتطير ايه؟ هل بدها تقعد حد بكره بالصف؟ ايه وانا كمان كوكي ايه اوكي يلا عدمي باي. توت امل انا مغروم